بها في القرآن الكريم فعليك بتنفيذها، وكل النواهي التي نهاك الله عنها عليك باجتنابها. فهذه اللحظة ستسعد في الدنيا وستسعد في الآخرة. فالنتيجة المترتبة على حفظ الله، على تنفيذ أوامر الله، على سماع كلام الله، على الانتهاء عن نواهي الله، يترتب عليه مباشرة يحفظك. يحفظك يعني يرعاك، يصونك. ربنا سبحانه وتعالى يوفر لك الرعاية، يصونك في الدنيا، ييسر أمورك، يحقق لك النجاح، يحقق لك الرزق الكثير. في كثير من المواقف تجد الله معك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تجده معك تجاهك واقفا بجوارك في كل المواقف. ممكن تمر عليك شدة، تمر عليك ضائقة، وتجدها تنفرج، تحل، تيسر هذه التجربة أو هذه الضائقة بتيسير من الله سبحانه وتعالى، لأنك حفظت الله وحفظك الله سبحانه وتعالى. يبقى أول وصية وأول نصيحة أن تحفظ الله، ستكون النتيجة يحفظك الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: وإذا استعنت فاستعن بالله. لو طلبت المساعدة، طلبت المعونة، لا تطلبها من البشر، ولكن اطلبها من الله سبحانه وتعالى. دايما الطلب من القادر على تنفيذ هذا الطلب. فالواحد يقول لي: طب انا ممكن اطلب من المدرس بتاعي او اطلب من المدير بتاعي. عليك بطلبين، الطلب منهم، ولكن اعلم ان الله اذا اراد تحقيق هذا الامر فسيتم تحقيقه، واذا لم يرد الله سبحانه وتعالى فلن يتحقق هذا الامر. فدائما كن مستعينا بالله، كن طالبا مسألة من الله سبحانه وتعالى. طب لماذا لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم المطالب؟ قال: استعن بالله. إذا استعنت، ما حددش المفعول به، حسب المفعول به، بيفيد العموم والشمول لكل المطالب. طلبت النجاح والتوفيق، اطلب من الله. طلبت الصحة، اطلب من الله. طلبت الرزق، اطلب من الله. طلبت القوة، اطلب من الله. أي مطلب اطلبه، اطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقل كثير. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إذا سألك عني عبادي فإني